مع مطلع العام الحالي، أعلن البنك المركزي العراقي زيادة تخصيصات مبادرته للمشاريع الكبيرة والمتوسطة إلى 1 تريليون دينار. كما بيّن محافظ البنك مصطفى غالب مخيف أن مبادرات البنك المركزي الإقراضية ساهمت في دعم قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، وأصبحت تشكل ما يقرب من 30% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، كما ساهمت بنسبة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق آلاف فرص العمل. في قطاع الإسكان، ساهم البنك المركزي بتمويل نحو 3000 وحدة سكنية في عموم العراق ضمن مبادرات بلغت 5 تريليون دينار من خلال المصرف العقاري وتريليون دينار من خلال صندوق الإسكان، إضافة إلى مبادرة المشاريع الكبيرة البالغة 5 تريليون دينار لتمويل المصارف المختصة و3 تريليون دينار لدعم القطاع العقاري، ناهيك عن مبادرة تمويل الطاقة النظيفة بمبلغ 1 تريليون دينار ليصبح إجمالي المبالغ المخصصة للمبادرات التنموية أكثر من 15 تريليون دينار ضمن سياسة نقدية تبناها البنك المركزي. وقالت إدارته إنها ساهمت بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد وتجاوز الأزمات المالية التي حصلت في البلد. ومع كثرة المبادرات الحكومية التي جاءت بالتعاون مع البنك المركزي والمصارف الحكومية والخاصة، غير أن مختصين يؤكدون ضرورة إعادة توجيه التمويل الحكومي لسد احتياجات القطاع الخاص بمفاصله الصناعية والزراعية والتجارية والعقارية وتطوير آليات السلف والقروض للمواطنين التي ما زالت تدور في ذات الدوامة من الروتين والبيروقراطية ولم تحقق إلى الآن مستوى الطموح النوعي والكمي، وإدخال إصلاحات على نظام التمويل الإسكاني بما يتماشى ومتطلبات سوق السكن والعقار. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقية الإخبارية، بغداد.